روب ورمان اكثر حاجه تنطلب عندي على اي عصيره نزله، ما اعرف شو سر العشق بينه وبينكم، لكن واضح انه شيء لذيذ. عدنا هالوحش ضبطنا لكم اياه بطريقه سهله وبسيطه ونقول بسم الله. واو، وفي حبيبات الرمان خلي الطعم خبال. ومن الاخر شوف الطريقه السهله والبسيطه وخلونا نستمتع بالعافيه. روب، طبعا الروب انا ثلجته عشان يكون ابرد شيء في الحياه، وبعدني بضيف له ثلج عشان يكون بارد، وفوق الثلج ايس كريم فانيليا، وهذا شراب الرمان. بنحتاج فنجانين نسكر، طبعا معتمدين على هالوحش خلاطة هومتك من الخنجر جاليري 3-in-1، وغايته نخلط هذا الكوب، بنحط فيه الرمان بسم الله ونصب المشروب. ما شاء الله تبارك الرحمن. نقول علينا وعليكم مليون ألف عافية على كثر ما طلبتوا هالمشروب. أريدكم ما تقصرون في اللايكات وتنشرون المقطع في كل مكان وتخبرون ربعكم عن هالأشياء الغاوية. الله يحفظكم.